وهذا سائل يقول: بعض الدعاة يقلل من أهمية التوحيد ولا يدعو إليه بين الناس بحجة أننا دولة مسلمة. هذا ليس داعية، هذا ما يصلح داعية، وليس من الدعاة. الدعاة إلى الله الذين يسيرون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، لأنه هو الأساس. ولا تصح الأعمال إلا مع التوحيد، ولا تصح مع وجود الشرك. والذي عنده شرك ما نقول مسلم، اللي عنده شرك أكبر ما نقول هذا مسلم، هذا ما هو من المسلمين، حتى يترك الشرك الأكبر ويدخل في دين الله ويخلص العبادة لله عز وجل. نعم.